ماذا يفعل من فاتته ركعتان؟ جاء والإمام يصلي أو دخل والصلاة تقام، فماذا يفعل؟ هناك نقل عن بعض السلف ولا زال بعض الناس يفعله، يدخل يصلي ركعتين الراتبة ثم ماذا؟ ثم يدخل مع الإمام، وهذا خطأ لا يجوز، هذا خطأ لا يجوز. ولا حديث أو الحديث أبي هريرة السابق يدل على خلاف ذلك كما تقدم، فبعض الناس يفعل ذلك، وإنما الصواب أنك تصليها بعد الفريضة، تصليها بعد الفريضة، إما تصليها مباشرة أي بعد الانقضاء، أو تصليها بعد طلوع الشمس، وكلا الأمرين سائغ كما سوف يأتي بإذن الله، ولكن الأولى بعد طلوع ماذا؟ بعد طلوع الشمس، هذا هو الأولى. وهذا طبعا في كل الرواتب القبلية، راتبة الظهر القبلية أيضا لو فاتت تقضيها كما قضاها عليه الصلاة والسلام، راتبة الظهر البعدية قضاها بعد العصر، فإذا فاتك شيء قبل الصلاة تقضيه بعد الصلاة.